بنرجع اذا نلتقى حتى نتابع فقراتنا لليوم بعالم الصباح، ومثل ما وعدكم على الساعه 11 وكم دقيقه انما محطتنا هلا رح بتكون مع صوفي لما وضيفتها. صباح الخير. صباح النور. بدنا نحكي اليوم عن التاتو. وي في عنا اشياء جديده بال 2017 طبعا اكيد، وعنا ضيفه كثير مهمه تاني صدق لي. صباح الخير. صباح النور. بوجود لك كمان مره وبوجود لك كمان مره تهاني. موضوع التاتو يعني قد ما نحكي عنه بضل فينا نحكي عنه. هلا اكثر شيء ناس بتتساءل، واجينا وقت حطينا خبر انه رح نحكي عن التاتو، بدهم يعرفوا الفرق بين سميهم معي مايكرو بليدينج. نعم. مايكرو بيجمنتيشن. مزبوط. البليدينج قالوا لي شفره ما شفره، بليز وضحي. اوكي. نحن اخر ترند كانت بالتاتو هي المايكرو بيجمنتيشن. المايكرو بيجمنتيشن هي تاتو البيرمننت ميك اب، في ناس بيقولوا له مايكرو بيجمنتيشن او بيرمننت ميك اب. هو التاتو، التاتو الحاجب كايند اوف سوبرفيسيال ببرودوي اورجانيك. اوكي. هيدا البرودوي، هيدا اللي بلش نشتغل فيه الهير باي هير، الهير ستروك، هيدا اللي اخذ ضجه كثير مهمه. كل الناس اللي كانوا يخافوا من التاتو تجرؤوا فشوا خلقهم وعملوا التاتو وانبسطوا فيه. اوكي. لانه شعره لانه شعره شعره وناتوريل وما ببين، غير انه منه بيرمننت لكل الحياه. يعني دو تخوازون خلص ما بقى بدك التاتو، فيك توقفي تعملي تاتو. مش مثل التاتو القديم اللي كان يبقى 10 و15 سنه اكزاكت ويصير الوان وأشكال ازرق هيك يخضر، هيدا ما بقى فيه، وتضطروا تفوتوا وتشيلوه وتمحوه وتغيروه الى اخره. اكزاكتلي. وهلا بركي من سنه لورا، هلا المايكرو بليدنج هي تكنيك كثير قديمه عمرها 30 سنه. عم نحكي عن الشفرة، هي الاسم شفرة. الشفرة كانوا يشتغلوا فيها لشينوا من كتير زمان ويعملوا فيها البادي تاتو، وكانت فيري 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 بينفل، وهيدي بتنعمل بلا كهرباء مش هيك على الايد. اكزاكتلي. من هون اجت الفكره من البريشر تبع الايد. المايكرو بيجمنتيشن هو بريشر الماشين اللي هي عم بتساعد الابره تفوت وتطلع بطريقه سلسه. المايكرو بليدنج شوي اقسى على السكن والسكار تبعه شوي اقوى وسوبرفيشل. واللي انا كثير على بالي الناس تعرف عنه انه المايكرو بيجمنت المايكرو بليدنج كلنا محمسين عليه، بيعطي شكل الشعر الرون اللي كثير حلو، بيعطي شيء كثير ناتوريل، بس المايكرو بليدنج عمره كثير قصير، بيداوم بس يموا. حلو. لحظة، انا بس بدي ارجع على الفكره الالفه. انه كانوا يعملوه وكثير بيوجع كثير انه ليه بدنا نعمله. لانه بيقولوا عنه ناتوريل على اساس مثل ما عم بتقول تهاني. هلا المايكرو بليدنج مش هالقد بيوجع بالتكنيكات الجديده، لانه اكيد تطورت وتغيرت التكنيك، والتاتو كثير مش عم نلحق قد ما انه طالع طلوع وراكد بالترند وبالتكنيك، عم بيتغير وعم بيتحسن، عم تتغير التكنيك بركي توايز. سو انا شخصيا من الناس اللي بعتبر انه التاتواج هو بالبارتي ميديكال منه استيتيك، قد ما في ديتاي وقد ما في تفاصيل، وقد ما لازم عن جد يكون حدا عنده علم وعنده معرفه بالسكن وبالتاتو بالماشين وبكل التفاصيل الباقيه. طيب نحن رح نشوف سوا، بفتكر هلا اذا فينا نشوف بعض الصور وبنحكي على الصور. أوكي. نحكي اكثر على هيدا الموضوع. أوكي. طيب بالنسبه شو بتفرق اول صوره مثلا رح نشوفها؟ اوكي. هون عندنا تاتو قديم، في كثير ناس عندهم فكره كثير غلط انه اذا انا عندي تاتو قديم ما في اعمل هير باي هير. هون عم نفرجي انه هيدا السؤال الاساسي. اكزاكتلي. هون انا تقصدت جيب صور فيهم تاتو قديم لفرجيهم كيف بنقدر نروح من تاتو قديم على هير باي هير ويطلع ناتوريل. كثير حلو. اوكي نشوف الصوره اللي وراها. هون فيرجن سكن، هيدي كمان زيت الكيس؟ لا، هون فيرجن سكن، حدا عندها حواجب. نعم. مش عامله تاتو ولا مره وعبالها شوي تعبيهم اكثر وتغير نقطه بالشيب. عظيم، لانه عبيتي الطرف، لانه هي عندها كان ما في شيء كله تعبى، كله تعبى. وهون بس قليل، مشان هيك عم تسالي يعني الفرق بين فوق وتحت بالصور كثير قليل. ضلينا بالناتوريل، ضلينا انه ما غيرت شيب الحاجب بس عطته شيب.
لانه إيه؟ فوق شيء بلس يعني بتحسي. هون بدي اخبر بس شغله ريمارك، انه كل الصور اللي نحن عم نشوفهم ماخذين دغري بعد ما خلصنا التاتو، يعني بعد الهيلينج هن هون شوي ان بو بلو انتنس، سو بعد الهيلينج رح يبينوا اخف واكثر ناتشورال. هون ما عندها تاتو قديم وعندها بمحلات ما عندها شعر. نعم هون وحدنا الحاجب مثل ما شفتوا، بطل مبين انه الحاجب مقسوم ميلتين، محل تاتو ومحل تاتو ومحل تاتو مبين. هذه الكال ايديال اللي بنعوز فيها هير باي هير. اوكي، لانه بس بتعبي، لانه المفروض من قدام يكون اخف، لازم يكون هير باي هير من قدام، ما في عندك شعر. هون عم نحكي عن اللبس تاتو، بنعطي كولور هيك كثير ناتورال، وفينا حتى نطلع ونكبر تقريبا 25-30% ماكسيموم، وبضل الشفاف عندهم لون طبيعي وبيعطوا بونين للوجه كثير. طبعا بس السؤال هون، الشفاف الناس بتخاف اول شيء الوجه اكثر من الحاجب، وبيخافوا من الايرباس. في ناس كثير بتعمل ايرباس. وانس انت عندك الفيروس بجسمك لازم تاخذي بريفنشن بيلز، بخبرك عنهم. زوبيراكس، في خيال حدا من عائلته، سيكلوفاكس، في كثير ادويه بتاخذيهم قبل بوقت. بريفنشن وساعتها نو واي ما بعد يطلع. اوكي طيب، هلا لازم نسالك شوي عن، لانه انا بعرف انه تهاني كثير بتسافر. تهاني اخر فتره يعني كل شيء جديد بيكون موجود. في تكنيك تعلمتيها من تليين، مع انه البرودكت فرنساوي، خبرينا شوي عنه. فوسيا بفتكر بيوتيك فوسيا، تعلمتي معهم اشياء جديده. طيب قديش البرودوي مهم تهاني بالتاتو؟ لانه في ناس مثل ما كنت عم تحكي غاده من شوي، في ناس مثلا يمكن ما يعلم عليهم بسرعه، يمكن يعلم عليهم كثير. هالشيء له علاقه بالبرودكت او ما له علاقه بالبرودكت او بالتكنيك؟ في كثير تفاصيل خاصه اذا تاتو. خلينا نبلش ستيب باي ستيب، او موضوع موضوع. في ناس بيقولوا انا ما بعلم علي التاتو. ابدا هيدا الحديث منه مقبول ابدا، لانه اذا عم نشتغل التكنيك صح، اذا عم نحكي كتكنيك، تكنيك صح، برودوي صح، خصوصا انه هلا اللي برودوي اورجانيك كثير عملوا افار فيهم تيعلموا، لانه عم نشغل فيهم دكايات ميديكال ريكونستراكشن للسكارز، ووقتها تشتغلي على السكار ما بيعلم كثير التاتو، فكثير عملوا افار على البرودوي وحسنوا فيه ليصير يعلم. وونس صار يعلم على السكارز، يعني اكيد هو رح يعلم على الجلد العاديه. على الجلد العاديه هي من بارتي هذه، يعني سكشن اذا بنقول نحن انا ما بعلم علي التاتو، هي كثير بسمعها مش مقبول، يعني مش مفروض اذا انتم عم تشتغلوا بالبرودوي الصح. انا بدي انصح كل الناس ما تستهتروا بالبرودوي اللي عم بفوت تحت الجلد. يعني نحن مش مكياج عم نغسله يمكن يعملنا نقطة حساسية، هيدا برودوي بده يقعد تحت الجلد لسنتين ثلاثة أربعة، بتكون تعرفوا كثير منيح شو عم تستعملوا برودوي، اسألوا وعملوا ريشيرش وفوتوا عرفوا شو عم يشتغل هالتكنيشن اللي عم يشتغلكم أي نوع برودوي قبل ما أنتم تسلموا حالكم وتقعدوا. صح. لأنه هي بوان كثير مهمة. طيب بدي تاتواج، هلا بدي تاتواج دائما في هيك رعب منه، لانه عم بيعملوا دي تاتواج وبيبقى في سكارز كثير كبيره. في سيستم جديد كمان. اكزاكتلي، في كثير ناس بيشتغلوا دي تاتو بيغطوه بلون سكين كولر، انا هيدا برفضه كليا، لانه ما حتصيب السكين كولر مزبوط. مش حلو، مش حلو، كل ما بيمرق عليه وقت ببين اكثر، لانه هيدي اللي الناس بتعرفها، انه هيدي احيانا اللي عرفت فيها، هي احيانا بيروحوا عليها واحيانا. اكزاكتلي، انا بشتغل بتكنيك قليل اللي بيعرفوها، هي جلايكوليك اسيد، بينشغل بطريقه بيشيل التاتو، بيرجع سكين فيرجن بدون سكار، بدون ما يبين انه كان اوريدي عندك تاتو. شوي البروسيدجر بدها وقت، بدها تولد بين. كم مره مثلا، كم جلسه اللي بده يعمل هالشيء؟ يعني بدك اهم شيء انه بين سيانس وسيانس عندك شهرين، يعني الواحد بيطول باله، بده كثير يطول باله. ريكفري للهيلينج شيء جمعتين دي جور اكثر اقل شوي هيك حسب، بس بيوصل بالاخر الواحد توصل لاخر شيء ريزلتا فيرجن سكن، سكن مش مدقوره كانه مش معملها تاتو بحياتك. واو واو. بس البروسيدجر شهرين عم نحكي، بس كم بين سيانس وسيانس؟ بس كم في ناس بيخلصوا بثلاثه اربعه، في ناس بيخلصوا بثلاثه، في ناس بيوصلوا للبركي ما بعرف سته
ماكسيموم ماكسيموم مش لازم اكثر. ايه مش لازم. أوكي. حسب السكن. ايه بس عم نحكي تقريبا موين كثير في ديتاي كرمال التاتو قد ايه بضاين وكيف تتفاعل السكن معكي، نوعيه السكن، الاسيديتي بالسكن، اذا سكن اويلي، اذا قطعتي ببريجننسي، اذا بتستعملي دي برودوي فيهم بركي بليتشنج بيقشروا ببيضوا، هيدا كله بياثر. تعرض للشمس من اول الاسباب اللي بتخلي التاتو ما يضاين. ميرسي كثير. مش ما يعلم. ميرسي كثير بشكرك. انا هون. ما عندك مشكلة. كثير بشكرك. بس هلا تهاني بالنسبة لشغلة ثانية كمان كنت حابه اسألك عنها، في ناس عندها تاتو مثلا الحاجب بيكون كله بلوك يعني طرف فرجي لأنه ما عندهم شعر وانعمل عليه تاتو، هل في مجال مثلا ترجعي أنت فوق التاتو تفرغيه طريقة يبين أنه في شعر. كنت عم تحكيني بهيدي الفكرة وكانت هيدي آخر وركشوب نعمل وآخر ترند توصلوا له. يعني أنا بقول ترند لأنه أنا بشوفها أنه it's like يعني هي in between makeup والقصص الميديكال يعني، لأنه كتير بتحلي وكتير بتأثر يعني. لأن الواحد دايما بقولهم أنا الحاجب هو فريم الوجه كيد. هو الكادر تبع الوجه. الحاجب مظبوط منه بحاجة لشي تاني ولا ميك أب ولا شي صراحة. بهي دونك في عندنا هيدا بهين التفريغ صار. هلا التكنيك الجديده هي انه الحاجب الوقت يكون بلوك ونرسم كايند اوف هير باي هير بس بكولور تري شير بتكون بلون الجلد بلون كانك فرغتيها تقريبا. مش بلون الجلد هذا اكيد انا ما بحب الكولور شير. هو برودوي خصوصي بقلبه كوركشن للتاتو القديم وامام تان بفتح هو التاتو القديم بيصلح اللون وبيعطيك افيه كانه فيرجن سكن كانه سكنتك صار عندك هير باي هير. كثير حلوه التكنيك وبتحل مشاكل كثير ناس. لا مش لانه هيك لانه عندي كثير ناس بيسالوني هالسؤال وقلت لهم يعني انا اصريت اليوم شوفوها لانه هيدي شغله اساسيه. اللي عاملين تاتو قديم قد ما حابين يصلحوا عم بخافوا وعندهم بلوك مشاكل التاتو لما كثير كبيره. يعني في كثير ناس عندهم تاتو كثير غامق اسود بيعمل جري بيعمل فيغ وفينا على هيدا التاتو نرجع نعطيه اللون اللي بدنا اياه حسب الكيت. هلا اوقات في ناس حواجبهم كثير بتلاقيهم اورانج او فيولي او غوج، هدول انا بشوفهم احيانا المشاكل اللي بتنحل بتنحل اكيد بتكنيك معينه يعني ببرودوي. الغامق شوي بده طول بده وقت اكثر دائما يعني كل شيء مثل الشعر وقت بتصبغي اسود بده وقت. بتقتلني هيدا الشيب المسطرة هيدي خلصت يعني ما حدا حدد من قدام خلصت. بس انا كثير في ناس بعدها ليه بعدها بتعملها؟ لانه هي في فاكت كثير مهم انه الناس بتتعود عينها على شيء بتبطل قبلانه تشوف حالها بغير اللوك. يعني 100% اللي عم تقوله مزبوط. طيب انا بس يعني هون سؤال اللي عم بيعمل هو اللي عم بيقرر او اللي عم يطلب اوقات يلي عم بيعمل كمان منه كثير بروفيشنال ما بيعرف يعمل الا هيدا الشيء. ايه هيدا بيروح بيزيح وبيقنع الناس انه بلا كثير حلو بتتعودوا عليه والى اخره. ما كمان في هون الاثنين انا هيك بس هي اكيد تهاني مش كل الناس بروفيشنال تقدر منه بروفيشنال بس بدي ارجع على النقطة وين عم بيكونوا مش قادرين يقنعوا مظبوط بلا هيك بلا هيك بلا هيك بس وهيدا اللون احلى وهيدا يعني التكنيسيان هي بحد ذاتها مش فاهمه سوري بس انا بدي ارجع للي قلتيه هو كثير مهم انه التاتو يعني بدك تسلميها لها يعني هي عارفه تمام شو عم تقول ما تخافوا عينكم اللي معود بيكون حاجبه مثلا كثير رقيق يلي ما عندها حاجب ساعتها بترسمي لها الرسمه او شيء بتلكي ام كثير لانه عينها تعودت على الفراغ مثل اللي بيكون محطه كورون بتمه بحس انه تمه فراغ وقت بتحطي لهم الكورون بتم بحسوا انه يي عالي واطي وبيكون تعبى المحل في فراغ. سلام مشوز بتقطع عندي اوقات كثير كايات بيكونوا هني معودين حتى قطعت عندي كامش من زمان فيرجن سكن مش عامله تاتو بس بتعلم بهيدي التكنيك كتير قوي وفونسي ما عادت تقدر تشوف حالها غير هيك. مع انه هي وجهها كتير بيلي فيس وناعم سو عملت لها تاتو تري ناتوريل نقزت قالت لي لا زيدي بدي قلت لها بتعرفي شو خلينا هلا نتركه هيك وروحي وعالرتوش اللي هي الرتوش عادة بتكون بعد 3 موا او شهر
اذا ضليتك حابه تغمقي بنرجع للبلوك، وانا جواتي بعرف انه ما رح ترجع للبلوك. اكيد رجعت قلت لها شو بدنا نغير؟ قالت لي مشي مشي تعودت رجعت على العين الحلوه. قال ايه خلص تعودت بدك غمق؟ قال لا هالقد العين بس يقطع عليها فتره صح. جمعه 10 ايام بتتعود وبتحب حالها بالنيو لوك. تهاني انا كثير بدي اشكرك الوقت دهمنا ويا ريت فينا نحكي اكثر لكن ما تنسوا لازم تعملوا رتوش وفي عندنا موعد ان شاء الله مع اختها لانه اختها بتعمل الاي لاشز الاكستنشن الاكستنشن للاي لاشز كلكم طلبتوا هالموضوع فبعطيكم خبر اكيد قبل. ثانك يو كثير ميرسي لك نعمان نشوفك الاسبوع الجاي كمان رح ناخذ بريك مشاهدينا فخليكم معنا.